السؤال الثالث هام جدا جدا جدا. طش توقعك. حلينا اللي بيشبهه البارحة. تذكروا؟ بس كان رباعي وجوه. اليوم هرب. يعني نفس السؤال تبع البارحة بس بدل رباعي الوجوه هرب. قاعدته مربع، شوف الرسمة. طبعا المربع بالفراغ ببين مايل شوي مثل متوازي الأضلاع. طبعا عم نسجل فيديو عم نقول بلا حكي مع بعض. وعندك الرأس S هاي A B C D. هذا الهرم طلع الخلفي طبعا بيكون ما مبين. فمنقطهم شو؟ طنقط الاضلاع الغير مرئيه منقطها طنقط. تبع استرلا عم بسمع حكيها. ما تخلوني انا عم سجل فيديو كريز. صوتكم عم يطلع جوا الفيديو. بلا حكي مع بعض. ذوقوا شوي عدمكم. خاصة البنات. عندك سؤال اساليني لي، كل الناس عم يحكوا بالدرس. طب اسالي الاستاذ، ما في داعي تحكي مع فتنة. ركزوا الشباب يا اول شيء القاعده مربع يعني الاضلاع كلها متساويه. فالسؤال يقول اقراوا السؤال معنا بالكتاب صفحه 53 السؤال الثالث. السؤال الثالث صفحه 53. نتامل هرم اس او بي سي دي قاعدته مربع وراسه اس وطول كل حرف من حروفه واضلاع قاعدته ا. شباب القاعده كلهم ا والأحرف الجانبية كمان آه. وبالتالي يتشكل لدينا أربعة مثلثات جانبية طبوقة ومتساوية الأضلاع. هذا اللي اكتشفناه من الرسم. إذا كم مثلث عنا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. رباعي الوجوه كمان كان أربعة بس كان في واحد بالقاعدة. هلا القاعدة ما أنا مثلث شو طالعة؟ مربع. إذا اكتبوا لنا جنب محل ما كاتبين كل من حروفي واضلاع قاعدته اكتب يتشكل لدينا اربع مثلثات جانبيه طبوق. طبعا انا اصلا عم سميهم جانبيه بقصد انه مختلفين عن القاعده. طبوقه ومتساويه الاضلاع، يعني كل زاويه كم؟ 60 درجه. مثلث متساوي الاضلاع 180 على 3 60 60 60. هلا صار فينا نحلها بعد ما عرفنا قياس كل زاويه من الزوايا. بدهم اس او كل معي اس او بي اس بي اس. بس يكون حرف البدايه نفسه معناه الزاويه المشتركه هي الاس. فبنقول نظيم الاول ناخذ القاعده هاي ضرب نظيم الثاني بكوساين البي. مين الزاويه بيناتهم؟ الاس. هاي الزاوية. وين هاي الزاوية اللي عم يحكوا عليها؟ هون. هذا المثلث زاويته 60 درجة. تعالوا نعوض. نظيم الأول يعني طول الضلع اس ا. اس ا هو ا ضرب. اس بي برضه ا. هلا كوساين الاس. الاس 60 درجة. أو بيع ثلاثة، كوساين البيع ثلاثة نص. أ ب أ مربع على اثنين. امبارح طلع معنا الجواب بنفس الطريقة. طبعا أنسى حالتكم إياها هون عشان تتأكدوا من الحل هيك. نظيم الأول بنظيم الثاني بكوساين الزاوية، يعني أ مربع على اثنين نفس الحل اللي أنا حليته. هاي طلعت سهلة. اللي بعدها اس أ ب اس سي. ركزوا معنا شوي. اس ا بي اس سي. بدي الونهم باحد الالوان المميزه، بدي الونهم بالاخضر. مشان نقدر نميز هذا المثلث. وين الاس ا؟ ركز للضياء. هي اس.
واس سي لاج. هدول مواقعين بنفس المستوى، واحد منهم بالوجه الامامي، واحد منهم بالوجه الخلفي. اذا بتوصلهم بمثلث يعني تعملها اس ار سي، لاحظ ان هذا المثلث ليس مثلث جانبي مثل اللي انا حكيت عنه، انما مثلث صرايح بالقطر هيك بالنص، صاير جوا الهرم مثل حيط جوا الهرم. هذا ليس مثلث متساوي الاضلاع. انتبهتوا؟ هذا ما هو مثلث شو؟ متساوي الاضلاع. طبعا هو مثلث قائم، مع الخبره انت بدك تتعود انه هذا المثلث دائما بيطلع قائم، ولكن بالامتحانات ما فينك تقول قائم اذا ما برهنت هذا الكلام. كيف بدنا نعرف انه هو مثلث قائم؟ تبعني. اول شيء نحن ما لنا طول الاس سي، طول الاس ار. خلونا نحسب طول الار سي. طول الار سي فينا نستخدم فيثاغورس بالمثلث ا بي سي. لما اي معنى ا ومعنى ا هذا بيطلع حسب فيثاغورس. او فينا نستخدم قاعده اعطيتكم اياها البارحه ان طول القطر هو طول الضلع ضرب جذر 2. طول القطر هو طول الضلع ضرب جذر 2. فليكن حاسبتها الان سنتبهوا وين عليك. ايش طلع الـ A؟ طول الضلع A، A C، طول الضلع ضرب جذر 2. هي طلعت معنا A جذر 2. حسبناها لهي، بدي احطها على الرسمة، طلعت جذر 2 A. هلا هذا المثلث اللي هو اس ار سي معنا اضلاعه كلها معروفه، اه جذر 2 اه. حسب عكس فيثاغورس، عكس فيثاغورس بدك تاخذ اطول واحد للتربيع يعني اه سي مربع. هل يساوي اه اس مربع زائد اس سي مربع؟ هي بدك تعرف. بنعوضهم لهدول، بتعوض هي بتعوض هي بتعوض هي، بيطلع معنا A مربع زائد A مربع، وهون جذر 2 A للتربيع. طبعا الإجابة عم تطلع متساوية محققة، هذول عم يطلعوا 2 A مربع وهي عم تطلع 2 A مربع. وين الأنسحة حالتها ليك؟ معناها المثلث قائم. وكيف بدك تعرف وين قائم؟ مين أطول شيء؟ القاسي بيكون هو الوتر. الزاوية اللي بقبالها بتكون هي الزاوية القائمة. لاحظ هذا المثلث قائم. مثلث قائم يعني الاس ا عمودي على اس سي. نحن اخذين اذا تعامد شعاعان جداؤهما السلمي معدوم. اذا جداؤهم للشعاعين اس ا واس سي صفر، وين الحل؟ ليك. ليش؟ لانهم متعامدين. طفي لنا بس اللي عم تزمر. مو هي معناها الثانية. تمام. صعبة؟ إذا برهنا المثلث قائم والمتعامدين شو بيكون جداؤهم؟ صفر. أخذناها البارحة. آخر وحدة. اس آ بقاصر. اس آ بقاصر. يوجد عدة طرق. أنا ما راح أعين الآنسة كيف حلتها. ليك طريقة 2 3. أنا راح أعتبر حالي مثلك طالب وجايني السؤال بالامتحان. أنا جاني سؤال اس آ بمين؟ بقاس. أول ما بشوفه بشوف حرف الآ موجود بنبسط لأنه هي الزاوية المشتركة، بس لازم تكون أول شيء باثنيناتهم. فبعكس هالشعاع هذا. الاس ار شو بصير؟ ناقص ار. اذا خلينا نعكسه لهالشعاع. لا تكتب. هلا هدول صرت فيني اضربهم بشرط اني انا اعرف قديش الزاويه ار. شو بتصير هي؟ ناقص ما لنا علاقه فيها نظيم الا اس يعني طول القطعه اس بنظيم الا سي بكوساين الزاويه بيناتهم اللي هي مين؟ ار. أو فينك تقول اس اس صوح. طيب تعال نشوف الزاوية كم. هذول معنا اياها اس وين؟ اس معنا اياها ما في ناقص. والآسي سي جذر 2 ا
كل معي كيف بدي اعرف الزاوية. هذا المثلث قائم. RSC مثلث قائم. رح ارسم لك اياه هون. صحة. كورونا. كورونا لا تزورونا. شوف بيبي. هاي 90 وهدون متساوية. مثلث قائم ومتساوي الساقين. ومن خواص المثلث المتساوي الساقين ان زاويتا القاعدة متساويتان. شيل من ال 180 90 بضل 90 قسمها بالتساوي. هاي 45 وهاي 45. فنحن عرفنا الزاوية R كم؟ ليك 45. فبنقول ضرب كوساين ال 45. تعال نكملها فوق. وين بدنا نكتبها هون؟ آه بي آه. آه مربع جذر 2، شو كوساين ال 45؟ 1 على جذر 2 أو جذر 2 على 2. بتروح جذر 2 مع جذر 2 بتضل ناقص آه مربع. ويوجد طرق أخرى، مثلا أنا خطر على بالي دخل هون حرف مثلا. واعتمد على الطلبات السابقة، فنحن كتبناها بثلاث طرق مشان كل واحد يخطر على باله فكرة ممكن يشوفها بالطرق الثلاث، لكن هذه أبسطها لأنه في حرف مشترك بس على كوس الشعاع. وحاول فكر بالذاوية. ويفضل تقول له بالامتحان ليه هي 45؟ تقول له لأن المثلث اس آر سي قائم ومتساوي الساقين. اللي بده 600 برجع بذكر لازم يكتب بالتفصيل. احفظ لنا المقطع.